بوجود انا ما اضيف كثير على ما ذكروا الزملاء، لكن انا اتصور انه وصول النصر لهذا الدور بعد غياب طويل يمكن عن بمسمى هذه البطوله الجديد، وصول النصر اليوم، النصر الجديد اللي اسميه في ظل المكتسبات الجديده اللي كسبها النصر من خلال العمل اللي يقدم الحقيقه العمل الجبار من صناع القرار في النصر، انا اعتقد انها خطوه ايجابيه وصول النصر الى هذا الدور. محصله هذه المشاركه بالتاكيد انه يجب حقيقه على صناع القرار في 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 النصر مواصله العمل، الاخفاق في هذه البطوله هو ليس نهايه المطاف، يجب حقيقه العمل والبدء من هذه بعد نهايه هذه البطوله العمل خلال الفتره القادمه ضمن ما يسمى في النصر بمشروع فريق، تكوين فريق او بناء فريق او تطعيم فريق بعدد من اللاعبين مثل ما شفنا بالصفقات حقيقه المميزه اللي قدمها النصر واللي كانت هي خلاصه ولب ابرز اللاعبين الموجودين في الدوري السعودي. لكن لو جينا هذه المشاركة وأسباب خروج النصر، أنا باعتقادي أنه هذه الأمور يعني تتلخص في جانبين، جانب فني وجانب إداري. خليني أجي على أول شيء على الجانب الإداري. أنا أتصور على قد العمل الكبير اللي يقدم من إدارة النصر ومشرف العام على كرة القدم أنه حقيقة ما زال تنقصهم خبرة كبيرة في التعامل أو التعاطي مع مثل هذه المشاركات، خاصة أن النصر كان في فترات سابقة وفي مشاركات سابقة إما يخرج من دور المجموعات أو من أدوار قبل الأدوار اللي وصلها في هذه البطولة. المتتبع للنصر قبل مباراة البيروز الإيرانية بوجود يمكن كل الناس كانت عندهم إيحاء إنه الفريق يعني راح يوصل للنهائي، يعني هذه حتى المباراه ردت فعل كثير من النصراويين اللي استقريتها قبل المباراه انه هذه المباراه سهله، بينما كان حقيقه فريق ثقيل، فريق حقيقه صعب داخل ارضيه الملعب، فريق على الرغم من 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 بطئه والسلبيات اللي كانت تذكر على الفريق الايراني الا ان شاهدناه حقيقه فريق متمكن وفريق يطلع بكتله واحده ويتحرك بكتله واحده، وواضح حتى من 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 السجل التهديفي بالنسبه للفريق، مسجل 8 أهداف وقابل هدفين، وصوله إلى هذا الدور وإخراجه للسد أعتقد أنه فريق يعني مش فريق سهل، فبالتالي خروج النصر من أمام فريق مثل هذا الفريق أعتقد أنه يجب أن لا يقف هذا النصراويين على هذه النقطة تحديدا. المشكلة الإدارية بوجهة نظري عملية تهيئة اللاعبين النفسية لهذه المباراة، واضح أنه أغلب اللاعبين أو لاعبي الفريق النصراوي في مباراة الأمس هم جلهم يمكن كان من عناصر شابة ويمكن أول مرة يشاركون، والبعض هو أول مشاركة مع النصر كأسماء محلية تم استقطابها، لكن التهيئة النفسية بوجهة نظري لهذه المباراة لم تكن بالشكل الصحيح. ولو رجعنا للقطة الأخيرة اللي كانت من المشرف العام الأستاذ عبد الرحمن الحلافي بعد المباراة، أنا حقيقة ما حبيتها كثير هذه اللقطة، هذه اللقطة أحيانا يكون لها تأثيرات حتى سلبية على أداء اللاعبين في الفترة القادمة. يعني اليوم المشرف العام على كرة القدم أو الجهاز الإداري القريب من اللاعبين في حالة الإخفاق في ركلات ترجيحية يجب أن يكون أن تأخذ بأيديهم، أن تقوي عزائمهم، وأنه هذه هي مرحلة انتهت وما زال هناك عمل قادم. اليوم مشروع النصر لا يتوقف ولا يرتكز على المشاركة الآسيوية، ما زال هناك عمل قادم. أما بالنسبة للنقطة الفنية اللي أبغى أجي عليها ويمكن أشار لها أبو حنين، أنا قلتها بوجود يمكن معاك في حلقات سابقة، أنا أتصور أنه في هذه المشاركة تحديدا النصر بوجود افتقد للاعب من أهم وأبرز وأقوى العناصر الموجودة في النصر اللي هو نور الدين مرابط. أنا أتصور أنه مشاركة المجازفة في مشاركة، طبعا الإصابة في علم الغيب، لكن المجازفة من إدارة النصر في إشراك مرابط في مباراة لا تمثل شيء في آخر دوري للنصر هي من تسببت في هذا الأمر. اليوم لما تفتقد لاعب متجانس خاصة تتكلم مع أفضل مهاجم اليوم في آسيا الكابتن حمد الله ويفتقد للاعب مهم جدا، نعم الغنام أبدع، الصليهم أبدع، عبد الفتاح أبدع، ولكن تحتاج إلى لاعب ثقيل داخل أرضية الملعب وهو أحد الركائز الفنية المهمة في كل المباريات اللي كان يدخل فيها في توريا. وبالتالي أنا أتصور ابتعاده وغيابه عن هذه المشاركة، وأرجع أنا هنا لموضوع الاختيارات الفنية في هذه البطولة اللي يضع عليها أكثر من علامة استفهام من السيد فيتوريا. الرسالة الأخيرة اللي يوجهها لصناع القرار في النصر، هذه مشاركة وانتهت ويجب عدم التوقف عندها. الفريق اليوم مهيئ ومقدم له كل الإمكانيات فنية مالية إدارية، يجب أن يكون العمل لبطولات قادمة. اليوم أنت خرجت من دور نصف النهاية، النسخة القادمة باستطاعتك أن تصل وتحقق هذه البطولة وتحقق العديد من البطولات. ليش؟ لأنك اليوم أنت تمتلك فريق
يعني اللي داخل الملعب واللي خارج الملعب ربما يكون متساويين، تمتلك دكة بدلاء. اليوم أي دوري قوي أو أي بناء أي فريق قوي يعتمد على وجود دكة بديلة قادرة على إضافة فنية داخل أرضية الملعب. وبالتالي أنا أتصور أنه النصر إذا ما استطاعت الإدارة تحديدا في التعامل مع هذا الخروج بشكل إيجابي وتهيئة اللاعبين، خاصة أنه الدوري أقل من أسبوعين يا أبو جود، فبالتالي أتصور أن النصر حيكون في الموسم القادم موسم مختلف بالنسبة للنصراويين، ويمكن يحصد فيه أكثر من بطولة.